بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنعمل ماسك لطيف جدا على البشرة، بيفتح البشرة وبيوحد لونها وبيخفف من البثور وكمان البقع الداكنة، وبيحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة، بيفتح البشرة بطريقة جميلة جدا. طبعا احنا عملنا كتير ماسكات لتفتيح البشرة، طبعا انت ليك الاختيار حسب البشرة، يعني مثلا اذا كانت بشرة جافة فبتستخدمي الماسك اللي فيه العسل، يعني كل واحد بيبقى عارف نوع بشرته. فإحنا النهاردة إن شاء الله هنعمل ماسك دوت ينفع لجميع أنواع البشرة. هنشوف طبعا مع بعض أول حاجة في الخطوات بتاعتنا، ويلا بينا بسرعة نشوف أول حاجة في المكونات بتاعتنا. أول حاجة في المكونات بتاعتنا، أنا هاخد معلقة من الرز المطحون. طبعا الرز المطحون يا جماعة بيفتح البشرة بطريقة جميلة جدا، وبيعالج كمان أحب الشباب، وكمان بيستفيد منه البشرة الدهنية، بتستفيد منه جدا، بيعالج يعني بيقلل من الدهون اللي هي في البشرة، وكمان بيدي بياض جميل جدا. وغير كده ان هو بيحتوي على فيتامينات عالية ومضادات للأكسدة. هناخد كمان معلقة من نشا الذرة. طبعا نشا الذرة رائع جدا كمان للتفتيح كمان، وكمان يعني بيقلل برضو من الدهون اللي هي في البشرة، يعني الوصفة دي تنفع كمان لأصحاب البشرة الدهنية. طبعا النشا بيحتوي على فيتامين A، فهو ممتاز جدا بيغذي البشرة كمان. هناخد طبعا دلوقتي معلقة من جل الأولافيرا، وجل الأولافيرا ده طبعا يعني غني عن التعريف، ممتاز جدا، بيعالج الهالات اللي هي تحت العين، وكمان بيدي نضارة جميلة جدا للبشرة، وكمان بيبقى فيه مضادات للأكسدة. هاخد كده معلقة، هاخد كده منه معلقة اللي هو جل الأولافيرا أو جل الصبار المتواجد عندي. أقلب طبعا المكونات كويس جدا. كمان الوصفة دي يا جماعة بتنفع كمان للي هو عدم ظهور التجاعيد المبكرة، يعني بيساعد كمان على عدم ظهور الشيخوخة المبكرة. هاخد كمان دلوقتي معلقة من ماء الورد. ماء الورد ده ممتاز جدا برضو للبشرة، بينقي البشرة جدا، بيوحد لون البشرة. طبعا كده يبقى لازم يكون قوامها قوام كريمي كده، قلبها كويس جدا. دي برضو من المكونات الرائعة جدا. هاخد كده طبعا على ايديا واجرب معاكم. طبعا على الايد بشكل دائري كده، اخد كده على الايد وادهن كده كله. ممكن يا جماعة برضو الماسك ده لو حابة تحطي معلقة من الزبادي اللي هو اليوغرس، برضو ممتاز جدا لأن بيحتوي على حمض اللاكتيل، وده ممتاز جدا برضو للتبييض السريع، وبرضو بيزيل التصبغات، ممتاز جدا يعني اللي حابب يضيف ليه يعني معلقة من الزبادي. طبعا على الوجه يا جماعة من تحت لفوق، بتاخدي من تحت لفوق كده، وعلى العين من تحت العين بيبقى عن طريق الطبطبة عشان طبعا ما يحصلش فيه ترهلات. بتسيب الماسك ده طبعا تقريبا لغاية ما ينشف على ايديك، يعني ما بياخدش بتاع حوالي ربع ساعة، لان طبعا في النشا والرز المطحون بيخلي البشرة بتجف بسرعة، يعني بيعمل كده زي اسكراب طبيعي. هسيبه تلت ساعة وارجع لكم تاني ونشوف النتيجة مع بعض. طبعا كده انا غسلت ايديا بعد ما حطيت الماسك حوالي ربع ساعة، ودي طبعا النتيجة يا جماعة. طبعا تحس ان الجلد كمان مشدود معايا، وادتني بياض جميل جدا، ويعني زي ما انتم شايفين كده. ان شاء الله جربوها كده وشوفوا، مع يعني الماسك ده رائع جدا. وياريت طبعا تهتموا يا جماعة، برضو زي ما بقول لكم كل مرة لازم تهتموا جدا بالرياضة، تهتموا بالخضروات والفواكه لانها كلها مضادة للأكسدة، وطبعا عشان تحسني انتاج الكولاجين لازم طبعا يبقى فيه البروتين مهم جدا. طبعا لعب الرياضة وشرب المياه، كل الحاجات دي مهمة جدا يا جماعة. وطبعا خلي بالكم طبعا من الوصفات اللي انا قلتها قبل كده، ويمكن قلت لكم حذرتكم منها، في وصفات يعني منتشرة جدا على النت، يعني
يعني مش عارفة أقول لكم إن هي طبعا بتسبب جفاف للبشرة بطريقة غريبة جدا، زي طبعا البيكنج باودر ومعجون الأسنان دي، يعني مش عارفة أنا والله، يعني حاجات رهيبة جدا بتبدأ على البشرة، بتسبب جفاف على المدى البعيد، وكمان بتعمل تسبغات، مش بتزيل التسبغات، هي بتشيلك تسبغات في الحال، بس بعد كده هيبقى في آثار للتسبغات على الوجه بطريقة مش طبيعية. يعني حاولوا تجتنبوا الحاجات اللي هي الخطرة على الوجه، لأن البشرة دي بتعتبر حساسة جدا، وما ينفعش نحط عليها حاجات حامية أو حاجات تهيج البشرة وتخليها تحمر أزيد، وبعدين بتبقى في عواقب يعني فظيعة جدا. خلوا بالكم من الحاجات دي طبعا، دي محظورات يعني مهم جدا تهتموا بيها. فخلي بالكم أي وصفة تعملوها لازم طبعا تكون عارفة نوع بشرتك إيه، وكمان تبقى عارفة ازاي تستخدمي الوصفة، اللي لازم تكون طبيعية 100%، وممكن كمان تجربي على ايديكي قبل ما تعملي على الوجه، يعني لازم تخلي بالكم الحاجات دي كلها. شكرا ليك. طبعا الوصفة دي اللي معايا دي تنفع لجميع انواع البشرة، لانها كلها مكونات طبيعية 100%، وكلها يعني فيها فيتامينات كمان للبشرة، مغذية للبشرة يعني، وبتشد الوجه يعني، جميلة جدا، ما فيهاش اي حاجه طبعا، في حاجات كيماويه او اي حاجه، فدي تعتبر يعني ماسك رائع جدا. جربوه ان شاء الله، يعني هتشوفوا نتيجه جميله جدا. شكرا لكم على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.